طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. مالي الكهرباء، اعطيني وطن، اعطيني وطن محترم، جنسيته صارت اسوء ثاني جنسيه بالعالم. اعطيني وطني، كل شيء مالي منك. ولك اعطيني العراق، ولك العراق سيد العرب، العراق مخ العرب. هسه العراق صار جوا رجلين، بصوت الله وصوت الجماعه، اهل الخدمه الجهاديه. دول الخريجين هم تباعوا لهم. احنا عمرنا ما نريد بعد، انا عمري 53، معلتنا مع الشريف بيهم، اذا ما يضربنا تقطع السني، هون برجلي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، المظاهرات مستمره، اليوم خرجت تظاهرات امام مبنى محافظه البصره تطالب باقاله محافظ البصره اسعد العيداني، و المظاهرات أكدت في محافظة البصرة على أنها لن تتوقف إلا بتنفيذ مطالبها. من جانبها منظمة Human Rights Watch أصدرت تقرير حول المظاهرات في المحافظات العراقية، وقالت المنظمة بأن القوات الحكومية في العراق أطلقت النار على المتظاهرين بشكل مفرط وغير ضروري. ووثقت المنظمة إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين، كما ألقت قوات الأمن الحجارة وضربت 47 شخصا على الأقل، من بينهم 29 أثناء الاعتقال أو بعده، كما نقلت عن شهود عيان قولهم بأن قوات الأمن وعناصر ميليشيا بدر أطلقوا النار على المتظاهرين في 8 احتجاجات ثم التحقيق فيها. ووثقت المنظمة وفاة أحد المتظاهرين أو وفاة متظاهرين اثنين على الأقل بإطلاق النار. قالت سارة ليا ووتسون، وهي المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة Human Rights Watch، بأن حجب خدمة الإنترنت في جنوب العراق لا يحرم الناس من حقهم في تبادل المعلومات فحسب، بل يمكن أن يهدد حياتهم أيضا. هذا أبرز ما جاء في تقرير منظمة Human Rights Watch في حول التظاهرات في وسط وجنوب العراق. مقطع مصور يظهر مقتل أحد المتظاهرين تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة البصرة أثناء التظاهرات، وذلك بعد إطلاق الرصاص من قبل القوات الحكومية. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. طبعا المتظاهرون أكدوا استمرارهم في التظاهرات حتى لو سقط منهم العشرات من الضحايا. بالنسبة لاعتقال المتظاهرين، مصادر صحفية تحدثت بأن القوات الحكومية اعتقلت 10 متظاهرين معتصمين أمام المجلس البلدي في قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار. أضافت المصادر بأن قاضي التحقيق أخلى سبيل 5 من المعتقلين، فيما أبقى على 5 آخرين. وكان أهالي قضاء الرفاعي في ذي قار بدأوا اعتصاما مفتوحا أمام المجلس البلدي وقطعوا الطريق الدولي إلى العاصمة بغداد، مرددين هتافات ضد الأحزاب والعملية السياسية الفاسدة. مفوضية حقوق الإنسان في العراق تحدثت بأن عدد المتظاهرين المعتقلين في البصرة على خلفية التظاهرات الاحتجاجية
بلغ 96 متظاهرا منذ انطلاق التظاهرات وحتى 22 من شهر تموز الجاري، أي قبل يومين. أوضحت عضو مفوضية حقوق الإنسان وهي فاتن الحلفي بأن عدد المفرج عنهم 57 متظاهر لعدم كفاية الأدلة كما قالت، بينما أحيل 11 متظاهر قاصر لشرطة الأحداث، وبينت بأن 28 معتقل ما زالوا معتقلين لدى القوات الحكومية. هذا بحسب ما جاء بتقرير لمفوضية حقوق الإنسان في العراق. كذلك مقطع آخر مصور يظهر القوات الحكومية في محافظة ذي قار وهي تفرق المعتصمين أمام المجلس المحلي في القضاء واعتقال عدد من الناشطين. خلونا نشوف هذا المقطع. كذلك في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، مصادر صحفية تحدثت بأن أهالي قضاء الرفاعي بدأوا اعتصاما مفتوحا أمام المجلس المحلي وقطعوا الطريق الدولي إلى بغداد مرددين هتافا ضد الأحزاب والعملية السياسية. في محافظة المثنى قرر متظاهرو المحافظة تنظيم اعتصام مفتوح في مركز مدينة السماوة اعتبارا من الأسبوع المقبل إلى حين تنفيذ مطالب المتظاهرين. أضاف المتظاهرون بأن الاعتصام المفتوح هو من أجل تنفيذ مطالبهم المشروعة وحث القضاء على إصدار أحكام بحق الفاسدين واسترجاع الأموال التي هدرت خلال السنوات الماضية. تعددت مطالب المتظاهرين من توفير الخدمات الأساسية إلى المطالبة بتشكيل حكومة انتقالية تتكفل بإعادة كتابة دستور وإعادة بناء العملية السياسية بما يضمن حظر العمل السياسي لكل حزب فاسد شارك في هذه العملية السياسية. رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة وهو جواد الإمارة أكد بأن المحافظة لم تلمس من الحكومة سوى الوعود، وحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع في المحافظة. قال بأن البصرة تتعرض إلى التهميش منذ العام 2003 إلى يومنا هذا، والحكومات المتعاقبة لم تتعاون لإنقاذ ما تبقى من المحافظة، وأشار إلى أن البصرة تعاني من توقف جميع المشاريع فيها خاصة المائية منها. كذلك مديرية محافظة المثنى أعلنت بأن نسبة البطالة في المحافظة تجاوزت 15% من مجموع سكان المحافظة. وقال مدير تخطيط المثنى قابل حمود بأن هذه النسبة ارتفعت بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق، لافتا إلى أن استيعاب هذه النسبة من العاطلين يتمثل بدعم القطاع الخاص وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة العمل بالمشاريع الخدمية المتوقفة. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين وإرسال رسائلكم حول هذا الموضوع، موضوع المظاهرات. نعم، نحن بانتظار رسائلكم أعزائي المشاهدين حتى نستطيع قراءتها. يوم أمس خرجت مظاهرات في عدد من البلدان الأوروبية متضامنة مع التظاهرات ومؤيدة للتظاهرات في العراق. نشوف أول تظاهرة خرجت يوم أمس. خلونا نشوف في خلونا نأخذ قبل المظاهرات المؤيدة، خرجت مظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية مؤيدة للأحزاب السياسية في العراق، ولكن هناك رجل عراقي انتقدهم حول هذه التظاهرة. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم. الشعب العراقي احنا طالعين مبارزة ضد الشعب، مو ضد الأحزاب، ضد الشعب. عمي في ألمانيا احنا طالعين مبارزة بيت ضد الأحزاب، كافي كافي بويا كافي، عيب عمي عيب، اكو دماء السين سيد، هاي احترمها
هاي احمد علي ما جامل علي شو قول الحق احنا طالعين مظاهرة على احزاب ما في جمهور بلدنا. نعم إذن هذا رجل عراقي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية يرد على تظاهرة مؤيدة للأحزاب في العراق واستمعنا إلى ما قال إليه. طبعا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان من أبناء الجالية العراقية في هولندا نظموا وقفة داعمة للتظاهرات في محافظات وسط وجنوب العراق، وندد المشاركون في الوقفة بالإجراءات الحكومية القمعية ضد المتظاهرين المطالبين بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم، مطالبين بتنفيذ تلك المطالب وعدم تسويفها. خلونا نشوف هذا المقطع. الشعب العراقي إلا فرصة تاريخية، منعطف تاريخي للتغيير. هذا التغيير يجب أن يكون حقيقة الآن قبل أن يؤجل إلى الغد، لسبب جدا بسيط، أنه لا مجال لأن نعيش حياة حرة كريمة بها ازدهار، بها تقدم، بها استقرار أمني، بها أيضا استقرار اجتماعي واقتصادي، إلا بإزاحة هذه الطبقة السياسية الفاسدة. يجب قلع العشب من الجذور، أقصد الأعشاب السامة، والعشب السام هو التفرقة والعنصرية واضطهاد العراقيين وصرخ 15 سنة خلص وقتكم قد نفد. والله رسالتنا احنا اليوم واضحة وتمثل وقوفنا ويا شعبنا في العراق، وانهم مو وحدهم في هذه المحنة. احنا نستنكر كل الاجراءات اللي دا تصير ضدهم، نستنكر كل القمع، كل التنكيل اللي دا يصير بالمتظاهرين، ونتمنى من شعبنا الصبر والاستمرار في هذه المظاهرات حتى الله يخلصنا من هذه الشرذمة الفاسدة. نعم، هذه في هولندا الجالية العراقية هناك نظموا هذه الوقفة التضامنية والداعمة للتظاهرات في العراق. كذلك الجالية العراقية في الدنمارك نظموا وقفة احتجاجية مع التظاهرات الشعبية في العراق، وأكد المتظاهرون الذين احتشدوا قرب السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاجن بأنهم يساندون المتظاهرين السلميين ضد الأحزاب العملية السياسية. خلونا نشوف هذا المقطع. تحية وإجلال لشهداء العراق والكفاء للجرحى، وتبقى هذه الانتفاضة إذا كانوا يسمون الأفراد متمردين وأهل الغربية داعش وأهل الفرات والجنوب بحثيين يحكمون لنا. خلي يستحون من هذا الشعار اللي يطلقوه على الناس، هم مزيدون التاريخ إلى كلاب مرتدين، والغربية داعش والجنوب بحثيين يحكمون لنا. تصورتم المنطقة الخضراء تحت عباءة أمريكا، سيبكم أمريكا مثل ما سيبت قبلكم. ارحلوا وحفظوا لنا الدين، وحفظوا مبادئ العراق، وحفظوا لنا دواوين العراق. عيب عليكم انظارة الناس، استحوا وخجلوا. ألف تحية للقائمين على هاي المظاهرة وقفة مع الشعب العراقي، نحييهم ونشكرهم على موقفهم، وإحنا نبقى دائما وأبدا مع أهلنا في العراق. الموت للفاسدين، الفاسد يسمى باسمه، حتى الله هذا دستوره على الناس، الفاسد باسمه يتسمى، ودول فاسدين ثبت عند الكبير والصغير. انا احييكم وحي وقفتكم. خلي تشوف بنات العراق امهات العصايب شدت اولادها بالفشك وراحت حاربت داعش ودفنتها بالنجف، والان يطلع عليهم يقولهم انتم بعثيه. المجرم السافل اللي كان سايب في غير مكان والان يطبع على عرش العراق، الموت لهم ونبقى نطالب. ويحيى العراق، يحيى العراق. نعم، هذه وقفه احتجاجيه امام السفاره العراقيه في الدنمارك بالتحديد في العاصمه كوبنهاجن. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. حيا حضرتك والقناه الرافدين وكل الكادر. الحكومه الفاسده المجرمه لما قطعت الانترنت عن الشعب العراقي استاذ عمر، يردون الصوت ما يوصل لدول العالم. نعم. لكن إن شاء الله نخذله، وهاي الجاليات العراقية بدول العالم قاعد تطلع بالتظاهر ودي يشوفون العالم اللي دي يصير بالشعب العراقي. والعبادي أستاذ عمر من يطلب من الشعب أن يصبر إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة، وراح تكون حسب ما يقول هو حكومة خدمات. طيب الحكومات السابقة من 2003 إلى هاي حكومتكم شنو قدمت للشعب؟ والحكومة الجديدة إذا تشكلت شنو راح يتغير؟
طبعا بالتأكيد ما راح يتغير أي شيء حتى إذا شكلت الحكومة، لأن راح يشيلون هذا الفاسد من هاي الوزارة ويسلموه وزارة غيرها، وكأنه العراق ما بي أي كفاءات وما بي رجال غير هذول الفاسدين. أستاذ عمر، يعني العبادي وجه رسالة واضحة للشعب من طلب من المرجعية والأحزاب المسلحة أن يقومون بإخماد هاي الثورة، وده يقول للشعب بأن المرجعية تحت أمرنا وتنفذ كل ما نريد منها، وإحنا نأيد كل الميليشيات المسلحة، وهذا دليل بأن الحكومة راضية عن كل ما تقوم به الميليشيات ضد الشعب. ويبقى العبادي يكذب ويتصور بأن حزبه راح ينطلع على الناس البسطاء ويوعدهم ب10,000 درجة وظيفية وتقديم خدمات، وقالها قبل سيد الإجرام والفاسدين المالكي من طلب 100 يوم. وكان يعني أنا كنت أتمنى يعني من شيوخ ووجهاء محافظة المثنى أن ما يجتمعون ويا العبادي ولا يديروا له أي أهمية، لأن الرجل ما يوفي بأي وعد، وهسه هو بالعراق هي مجرد حكومة تصريف أعمال، أي وعد يوعد إلهم ما راح يتنفذ، فماكو داعي يعني يجتمعون به ويكبرون براسه. هاي الناس اللي إذا تنقتل منه راح يتحمل مسؤوليتها؟ هاي الناس اللي إذا تموت، قاسم سليماني لما ينطيهم أمر ويقول لهم اقطعوا الانترنت عن العراق حتى لا يوصل صوت العراقيين ويوصل صوت هاي المظاهرات لدول العالم، خل تيجي المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، خل تشوف اللي دا يصير بالمتظاهرين العراقيين. لو بس يطلع هذا الخبل الجعفري ويدافع عن شعب البحرين اللي ينقتله بالمظاهرات، ودا يشوف بعينه هسه شلون الشعب دا ينقتل ويطلق عليه الرصاص من قبل هاي القوات الحكومية ومن قبل هاي الميليشيات المسلحة. أستاذ عمر، يعني أنا برأيي وأناشد أهل بغداد بالذات وأهل النجف بالذات، شعبنا بالنجف وشعبنا ببغداد، نجاح الثورة هاي يتوقف على شيئين. أول شيء أنه يقضون على المرجعية الموجودة بالنجف، لأن سبب دمار البلد هو المرجعية. رجال الدين أو اللي يسمون نفسهم رجال الدين هم اللي دمروا البلد. يعني الناس بالمظاهرات أبو ناصر دع تطلع وتقول أين المرجعية، أين رجال الدين، لا نسمع لهم صوت، لا تأييد المظاهرات، لا تأييد للحقوق. أريد أسألك أبو ناصر، اليوم طبعا يوم أمس بالتحديد هناك مظاهرات خرجت في عدد من العواصم الأوروبية من الجاليات العراقية اللي موجودة هناك، الدنمارك، لندن، كوبنهاغن، بروكسل، باريس، مؤيدة للمظاهرات. والناس احنا شفنا مقطع يقول لك لا حل إلا بقلع هذه الأحزاب الفاسدة في العراق. شنو رأيك بهذه المظاهرات المساندة للمظاهرات في العراق؟ والله أستاذ عمر، يعني أنا أتمنى وأقول إن شاء الله إن شاء الله إذا الشعب يريد الاستقرار ويريد بلد يزدهر وترجع إلى هيبته أنه يقضون على هاي المرجعية. هاي المرجعية هي اللي باعت العراق من البداية، من استلم السيستاني 200 مليون وباع العراق وأصدر فتوى بعدم مقاومة الاحتلال. وهاي المظاهرات اللي دا تطلع تأييد هاي المظاهرات اللي ببغداد واللي دا يعارضون هاي المظاهرات، مثل ما شفت مقطع على شاشتكم الموقرة، يطلع شخص من هذول المعممين الفاسدين ويدافع عنهم، هذول أكثرهم من ربحاء اللي نهبوا خزينة الدولة. طفل يولد بدول الخارج، طفل سوى مولود يحسبوا له راتب، وهذا الشعب اللي دينام بالشوارع واللي فات للجوع وما عنده وظائف وما عنده خدمات ما حد مهتم له. المرجعية سبب دمار البلد أستاذ عمر. المنطقة الخضراء يجب أن يقضى عليها من قبل أهل بغداد بالذات، حتى إذا أهل المحافظات ما يقدرون يوصلون، أهل بغداد بيهم الكفاية أنهم يقضون على هاي المنطقة الخضراء ويعتقلون كل هذول الموجودين من الزمرة الفاسدة اللي سلطت على رقاب العراقيين، ويقدموهم للمحاكمات ويصادرون كل أموالهم اللي نهبوها من الشعب. كافي الشعب يسكت عليهم، وهم لو عندهم غيرة ولو عندهم شرف ولو عندهم كرامة بيشوفون هاي المظاهرات دخلت أسبوعها الثالث والشعب رافضهم وما يريدهم. المفروض يتنحون ويطلعون، لكن قبل ما يطلعون يذبون كل اللي أخذوه ويرجعوا الشعب العراق. نعم، أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا. كان معنا اتصال أبو طه من الأعظمية من بغداد. تفضل أبو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك أستاذ عمرو، أحيي هاي القناة الشريفة. حياك الله أستاذ عمر. بالنسبة لهاي المظاهرات، هاي المظاهرات ما تمنى أي حل. نعم، يعني الحل الوحيد إقلاع هاي الحكومة الفاسدة،
يعني اللي دمرت الشعب من 2003 لحد الآن، شنو اللي قدمته؟ يعني ثلاث دورات برلمانية، شنو قدموا البرلمانيين للشعب العراقي؟ قدموا قرارين، تغيير العلم، قالوا النجوم، قالوا كلمة الله أكبر، زين، وثبتوا الساعة من الصيفي لشت وثبتوها، شنو اللي قدموا لنا اياه؟ والمرجعية شنو اللي قدمت لنا اياه؟ شنو اللي قدمت لنا اياه؟ زين، واني اسال سيد مقتدى وين عن هاي المظاهرات؟ اشو ماكو؟ ما له صوت. نعم. زين، واني اشكرك واشكر قناتكم الشريفة. شكرا ابو طه من بغداد، معنا اتصال كذلك من بغداد ناصر، تفضل ناصر. مرحبا استاذ عمر. اهلا وسهلا بك. حياك الله. استاذ عمر، بالنسبه بخصوص التظاهرات، التظاهرات اللي بغداد هي نتيجه جهل الحكومه، الجهل اللي عندهم، لان تجيب ناس فاسدين يتبوهم مناطق قياديه من اجل انه اضعاف البنيه للمجتمع. الفساد الاداري اللي هسه بالعراق هسه قريب. نعم. يعني قريب على مديريه التقاعد هسه الفساد العراق هسه عاينته بعيني. نعم. بعيني. شلون هسه الفساد الاداري هسه مديرية التقاعد. نعم. والله العظيم مخلين زعطوط يقود بلد. احمد السعدي رئيس هيئة التقاعد الوطنية، رجل هو مؤدب. لكن مخلينا طفل مخلينا طفل مدير مكتبة، فكيف انه المواطن ما يطلع تظاهرات؟ هي التظاهرات مو بسبب الهادي. لا استاذ. بسبب انه ناس جهلة يقودون بلد مدعومين من قبل مرجعية. يعني انت تدري احمد السعدي هو تابع للمجلس الاعلى، كل مدير مكتبة زعطوط هسه التقت فيه قبل ربع ساعة، فد واحد زعطوط. زين، اذا ذول المدعقة يقودون بلد شو راح يستقر البلد؟ التظاهرات ان شاء الله تستمر، لكن ذول العملاء ذول اللي المعممين السفلة اللي يسكنون النجف ينطون فتاوي ما اجوا في المتظاهرين. ما اجوا المتظاهرين. نتمنى انهم ذول اللي معممين اللي ما عندهم دين ولا عندهم رب يتضامنون ويا المتظاهرين. يعني هيك ناس جهله. قلت لك استاذ عمر هسه يعني هذا الطفل اللي مخلينا علي السعدي اللي مدير مكتب الاستاذ ماله يكذب. هسه انا قبل شوي يقول المدير ما موجود والمدير موجود، فكيف انت انه الثقه في تنافس كل بلد؟ فانا اتمنى انه من عندكم ترسلون رساله انه هذا البلد منتهي بسبب الاداره وليس بسبب سوء المجتمع، لا بسبب الاداره. ذول الناس الجهله تطوعوا مناصب قياديه استاذ عمر. يعني هذا احمد السعدي اللي مو استاذ احمد وانما علي مدير مكتبه يكذب هسه قبل ربع ساعه يكذب. فانا شلون اتمنى من هيك بلد؟ نعم. يعني انت مدير ما بتكذب، بس الله يساعد المسؤولين. انا اشكر استاذ عمر واشكر قناتكم الكريمه. شكرا الى كل المتظاهرين ان شاء الله. شكرا ناصر من بغداد، معنا اتصال ام ازهار من بغداد، تفضل يا ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وكل العاملين. أهلا وسهلا. وألف رحمة على الشهداء اللي سقطوا للدفاع عن هذا الوطن. آمين. والحكومة الفاسدة. هاي المظاهرات سوف تبقى دفاعا عن حقوق الإنسان إذا أخذ حقوق عنده في هاي. وأما قطع الإنترنت فهم حتى الدول الأوروبية. نعم. ألو. أسمعك أم أزهار. حتى الدول الأوروبية كلها بعد تسمع أخبار العراق وكلها بتأيد العراق وكلها ما تريد هاي الحكومة الفاسدة. هاي الحكومة لاقة بالكراسي، هم تدفع مال، لا حق العباد يصرح ولا حق المالك يخطب ولا حق هذه العامة اللي يصرح ولا حق أي واحد فيهم من العملاء يصرحون، لأنهم تصرف أعمال وسوف ينحرون يرجعون إلى إيران. إيران بدها تخلق المستحيل حتى ترجع قوتها بالعراق، لكن ما ترجع.
الشعب النهض من الجنوب إلى الوسط إلى الشمال إلى بغداد، وكل يوم مظاهرات وكل يوم بيسقطون شهداء كوما في سبيل هذا الوطن وفي إصلاح هذا الوطن. فأنا أيد هاي المظاهرات الجيدة، وأتمنى من المتظاهرين أن يستمروا وفي السلاح، نعم لأن دماء الشهداء مو رخيصة علينا، هذه الدماء الدفين مو رخيصة علينا، فهي إذا بالسلاح أو بدون سلاح هو الدماء بيصير. المواجهة بالقوة، المواجهة بالقوة حتى نسقط هذول العملاء اللي خالي روحهم بهالعراق ويرجون يستفيدون من نفس العراق من فلوس العراق وما كفاهم نودوه بالخارج. وألف لعنة عليهم من إجوانيا، وألف لعنة على أمريكا اللي جابت إيش تكونات ودعتها لإيران حتى تأذي العراقيين، وأحيي كل المتظاهرين وألف رحمة على الشهداء. وأنا أشكرك. شكرا أم أزهار من بغداد كانت معنا. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو عيسى من صلاح الدين، تفضل ابو عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك عاني؟ حياك الله يا هلا بك. تفضل. عاني احنا من محافظة صلاح الدين. نعم. عندما صارت المظاهرات السوداني والمرجعات أعلنوا على المتظاهرين جهاد كفائي. نعم أبو عيسى تفضل أكمل فكرتك. فالآن من المتظاهرين أهل الجنوب هسه يلا وعوا، فحاليا يقولون عليهم مظاهرات متيسة. نعم. فإحنا دمر المحافظات السنية دمار كامل، وفحاليا هم يريدون شو يريدون؟ هاي خطة من قبل الصهاين والفرد، يريدون دمار العراق، يريدون نهاية العراق. فإن شاء الله هسه الشعب العراقي وعى، وإن شاء الله إن شاء الله نهايتهم قريبة إن شاء الله. وما أريد أطول عليكم، وأشكركم أخ عمر. شكرا أبو عيسى. نشكرك أبو عيسى، واجبنا هذا من صلاح الدين. خلونا نشوف جانب من تظاهرات أبناء الجالية العراقية في بلجيكا، تظاهروا أمام سفارة حكومة العبادي في بروكسل لمساندة التظاهرات في العراق. خلونا نشوف. كذلك الجالية العراقية في العاصمة البريطانية لندن قاموا بتظاهرات ووقفة تضامنية مع المتظاهرين السلميين في العراق، وأكد المتظاهرون في لندن بأنهم يساندون مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وأحزابها السياسية وإنهاء المحاصصة الطائفية التي أوصلت العراق إلى حافة الهاوية.
معنا اتصال مصطفى السيد من مصر. تفضل مصطفى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك، اسمح لي اولا اترحم على ارواح الشهداء، الله يرحمكم ويحسن اليكم ويجعل دماءكم نعله على كل خاين وعلى كل عميل ومجرم وكل خاين للوطن. وندعو الله عز وجل بالشفاء لاخواتنا الجرحى والإرفاق لاخواتنا الاسرى، اسرى الكرامه والحريه والعزه والكفاح والنضال. اما يا سيدي انا اتحفظ تحفظ تام على كلمه حكومه، دي اسمها عصابه احتلال الامريكي الصهيوني، ده اسمها الاساسي. سقط بكل المقاييس، بكل المقاييس، ما فيش اي حاجه تديك شرعيه ولا حق. لو دخلنا من الناحيه القانونيه سقط، لو دخلنا من الناحيه الانسانيه سقط. اول شيء المده اللي سرقوها من الشعب ونهبوها سقطت، يعني كده سقطين. ما عندكش برلمان ساقط، يعني كده ما عندكش تشريع، ما عندكش دستور، فكده في الحاله دي ساقط الدستور، وبناء عليه تسقط تسقط حكم العصابه وحكم الميليشيات المجرمه السفله اللي شوهوا سمعتنا حول العالم، الخونه اعداء الانسانيه اللي لا بيحترموا لا دين ولا مذهب ولا عقل ولا انسان ابدا. كلاب امريكا، كلاب امريكا والنظام الصفوي عدو الانسانيه. نحن نحترم الشعب الايراني، الشعب الايراني اخونا، ما فيش بيننا وبينك عداوه، لكن نظامكم زي الانظمه العربيه بالضبط، اخوهم، عاملين نفس الجماش على الشعوب، هدفهم قتل الشعوب، زرع الفتن، فاحنا نعلن براءتنا من كل من يقتل الشعوب، سواء كان في اليمن، في سوريا، في اي مكان. وعلى فكره الشعب اليمني اخونا كله، بالشيعه بالسنه، بنحبوكم وبنحيوكم، ومالناش دعوه بالكل ما يسمى التحالف المجرم السافل اللي بيقتل اهالينا في اليمن. عشان للتوضيح، تسمعني زين اخويا استاذ عمر؟ نعم نعم اسمعك. نعم. مصطفى انا اشكرك. وبناء عليه يا سيدي. نعم. وبناء عليه نطالب الاتحاد الافريقي، نطالب الاتحاد الافريقي الحر بالاعتراف بثوره الشعب العراقي بانها ثوره شعبيه، ونطالب البرلمان البنزويلي، ونطالب البرلمان التركي الاخرس 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 تكرر الاخرس اللي بتدعو الحريه، اسمها دلوقتي مش عايزين تعترفوا بثوره الشعب، ساكتين ليه؟ خلصت يا دول جواري يا كف، هينتصر الشعب العراقي غصب عنكم. نطالب دولة فيتنام الحرة بالاعتراف بالثورة الشعبية، ثورة العزة والكرامة، ونطالب كل حر في الوطن وفي العالم والخزي والعار للإعلام العربي المضلل، اتعلموا يا خونة، اتعلموا من قناة الشعب. هي يا خونة بتنقل الحقيقة، بتنقل الحقيقة يا خونة بدون تزوير. يا أعداء الإنسانية، يا كلاب الصهاينة اللي ما عندكمش أصل، ارجع لأصلك، دور على أصلك يا واطي، اتعلم اتعلم، انقل الحقيقة، طالبك تنقل الحقيقة بدون تزوير. شكرا. نعم. لحضرتك، وعاش الشعب العراقي رافع راسنا فوق في العالي. مصطفى مصطفى السيد من مصر كان معنا. طبعا بالنسبة لموضوع فتح التعيينات اللي أطلقها حيدر العبادي، مصدر مسؤول ذكر بأنه لا توجد قدرة على استيعاب الدرجات الوظيفية في الوزارات، وبين بأنه لا توجد موازنة كافية لتلك الدرجات. نقل الصحيفة العربية الجديد عن المصدر قوله بأن الوزارات غير قادرة على استيعاب الدرجات الوظيفية، وبين بأن التعيينات في حال قبلت من قبل الوزارة فإن وزارة المالية لا تخصص المبالغ لتلك التعيينات. خلونا نشوف مصير المعاملات اللي قدمها المواطن العراقي حتى يتعين وين صارت. هاي قطيها من معاملات الوادي. إيه. حتى أقول لك هاي حتى من بيت هنا هم. بناتش هاي 10,000 فرصة عمل طاها العبادي العالم. باوي بعد أصلية على حسب الأصول وصورتها قطية، وهذه الزبائن نوب صورة عرض عالم بالشارع. إيه. هاي وصور هاي الزبالة كلها اليوم وخاطر يشوفونها كلها معاملات ترى. لا شوفوا طابور. صحيح والله كلها معاملات. شوف ليش معاملة ذيش معاملة هاي الحكومة ليش؟ هسه هذا خطيه شوفونه. زين بالزبايل. هذا خطيه شوف جيبوا وياهم. خل فتحه كم وحده بي بالله ما فاهم. هاي وحده. هاي شوف هذا خطيه. زين هذا شنو؟ مهدي عبد الكريم مهدي. شوف. هاي ما حد تقني هذا خطيه. ما حد تقني. شوف هاي الثاني. ابو ولا يظل عندك امل. هاي معاملتك بالزباله.
خريجين جامعات وكليات، استخفاف بالعراقيين، إهانة للعراقيين. يعني رئيس أعلى السلطة في البلاد، رئيس حكومة، يعلن أو يطلق 10,000 وظيفة، وبعدين مصير المعاملات في المزابل. معنا اتصال أبو عمر من السليماني، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، يمكن الخبر وصلكم متأخر. أي خبر؟ هذا خبر مال الفايلات بالزبالة. ما أنت ما عرفت إنه الخبر اللي طلع استحدث وزارة جديدة اسمها وزارة الزبالة، أنه يتم تقديم الطلبات إلى وزارة الزبالة، ثم تأخذون النتائج من الزبالة يعني، وتتعين بالزبالة، وتأخذ راتبك تداوم بالزبالة، وتأخذ راتبك من الزبالة، ومن تطلع تقاعد تأخذ تقاعد مالك من الزبالة. هذولا ما تموعوا ما شعروا. أستاذ أنت عليك أن تعرف المحرك الرئيسي لهذه المظاهرات من هو؟ جيد، هذا راح ينجح المظاهرات هذه قسما بالله العظيم ينجحها، بس خليه يعرفوا ما يعتبر نصر لهم. جيد، ما يعتبر نصر لهم. ليه؟ لأنه هاي رسالة تحفيزية للشعب الإيراني بعد نجاح إسقاط العملية السياسية اللي جاء بها الأمريكي هو نفسه، راح يسقطها لهذه العملية وينجحها بإيران أمين، يجعلها رسالة للشعب الإيراني أن يشوفوا أن الشعب العراقي نهض وسقط العملية السياسية، ومن هالكلاوات فأنتوا هم قوموا، وراح ينهض الشعب الإيراني. أنا ما أقول لك راح ينهض، بس ينتظرون النتائج بالعراق. زين، ينتظرون والنتائج جاية لك بالطريق، وهذه العملية راح تسقط. أما من يتهني بالطائفية أقول له طلع الفيديو، خلي طلع لك يا أبو قناة الرافدين يا طائفي، احنا أمة، احنا مو طائفة، على بد نكون مثلكم طائفيين. يقول أبو السليمانية طائفي، طلع الفيديو إلى خلي يشوف هذا الطفل اللي اسمه عمر حازم، عمره 11 سنة، الكمه وعلي المعيزية السفلة وقتلوه رموه، لأن اسمه عمر. خلي يذكرها مين صار كم سنة تفضل أبو عمر، ما سمعت صوتك يا عز الدين من البصرة. أبو عمر خلينا نكون واقعيين. الطائفي معروف اللي اجى بعد العام 2003، الاحزاب اللي زرعت هذه الطائفيه في البلد، وباعترافهم يعني يطلعون بتصريحات يقول لك احنا بهاء العرجي، يقول لك احنا لو نأجج الطائفيه بالعراق احنا ما نبقى، في تصريح سابق له قبل فتره يعني ليست ببعيده. اما انه الناس ماشي اوكي، اما احنا اوكي، مثلا واحد يطلع ويقول لك احنا ما نريد ابو عمر يحكي بهذا الموضوع الى اخره. بالفعل احنا اليوم نريد نسلط الضوء على هذه التظاهرات. اليوم اكو وعي في الشارع العراقي، عرفوا انه ذولا يضحكون عليهم، وهاي المقاطع، هاي المقاطع دليل معامله يقدمها حتى يتعين بعد ما أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإطلاق درجات وظيفية، مصير هاي المعاملات في المزبلة. اسمح لي نعم. خلني أكمل. أنا سنوات صار لي أتصل على قناتكم، حقل ولا أنا ما سمعت هذه الأصوات الجديدة طلعت قبل، علقت على الصور اللي كنتوا تظهروها أنتوا قناة الرافدين. وين كانت هذه الأصوات؟ وين مضمومة؟ لأنهم سفينة النجاة اللي وعدوكم بيها ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، هاي السفينة خرقت وهلكت وتدمرت، ومصباح الهدى طلع مصباح الضلالة. زين، هذه الحقيقة. الحسين بريء من عندكم، على متعرفون الدجالين ضحكوا عليكم، مو تجون تتهمون عندنا. هاي الأصوات ما سمعتها أبد سنوات. أنا أنتظر يطلع واحد يعلق على صورة على حدث واحد ما طلع، هسه طالع على مظاهرات. هاي المظاهرات ما يخالف أبو عمر. أبو عمر قلبك كبير. أبو عمر من السليمانية شكرا لك. معنا اتصال أبو مريم من البصرة، تفضل أبو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سالم؟ حياك الله يا أهلا بك. الله يخليك. العفو، عندي تعليق على هاي مال المعاملات. نعم. أقول هذا الاستخفاف بمن؟ بالحكومة، بالشعب؟ يعني أريد بين قوسين، هذا الاستخفاف شنو العلني؟
يعني من يجي يطشرها على رؤوس المقدمين. احنا ضد كل شيء طبعا، ضد كل شيء، من طائفية، من تفرقة، من كلها ضدها. احنا احنا ناس اصحاب وطن، نحكي من مجال الوطن وبس. نعم. اما انه يجي يستخف يعني رئيس وزراء بمكانته، هو لازم يدافع عن نفسه، هذه الإهانة علما. بس خي جاوبني، هذه الإهانة علما مصدرة للشعب للحكومة؟ ما جاي يبتهم، يعني أريد أرجع أسأل ويا نفسي، أقول هو ما جاي يسوق، لازم يدافع عن نفسه. من الموظف هذا اللي قام بهذا العمل؟ أبسط شيء نبدي من هذه. والسلام عليكم. وعليكم السلام أبو مريم من البصرة. معنا اتصال الغراري من بغداد، تفضل الغراري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لجنابك الكريم، وتحية لكل العاملين في هذا القناة المنبر الحر الشريف. يا أهلا وسهلا. متنفس العراقيين الوحيد، وإلا البشر قد تخلوا عنا ولم يبقى إلا الله سبحانه وتعالى ثم أنتم. ونعم بالله. أستاذ عمر، أنا بس أخاف من شيء واحد. الآن هم يخططون ويمكرون ويمكر الله، مكرهم عظيم. فأتوجه بالكلام إلى أبناء الجنوب، إلى الشيعة تحديدا، يعني احتمال يقومون بإرسال شخص، يعني كعادتهم يجيبون أشخاص مكبسلين ويلغموهم ويدزوهم، فأتوقع احتمال يفجرون يعني مرقد الحسين أو مرقد علي بن أبي طالب أو بالكرامية. نسأل الله أن يبعد أي ضرر على أهلنا في العراق. نعم. استاذ عمر الله يبارك بك، بس هؤلاء حشاك كسامع قذرين، هؤلاء لا يتوانون ولا يتورعون عن ارتكاب اقذر الاعمال. هم بالفعل سووها من ضربوا الكاظم هاونات بال2005 وضربوا وفجروا ما يسمونه بالحسن العسكري في 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 سامراء زين بالاتفاق مع السفاره الامريكيه، يعني هذا الشيء معروف. بس ما ادري ايش اخواننا الشيعة بالجنوب ما يقتنعون انه هاي الحكومه هي اللي فجرت وهي ضربت، واحنا دفعنا الثمن، يعني ذبحونا وهدموا مساجدنا وما ما يدون يقتنعون انه هاي الحكومه هي عميله. ومثل ما قال هسه الاخ بالبصره يقول يعني هم الناس مقدمه معاملاتها ونضبوها بالزبل تكرم، يعني هاي الناس ما عندها عقول؟ يعني معقوله تثقون بهذه التهمه المجرمه الفاجره؟ هؤلاء كفره يا استاذ والله العظيم، هؤلاء الموجود بالمنطقه الخضراء بما يسمون نفسهم سنه وشيعه كلهم كفره، لأن الإنسان اللي عنده دين ما يسوي أعمالهم. هؤلاء عايشين على دم الشعب العراقي. وأوجه ندائي أيضا للجنوب، أقول كل إنسان مسلم موحد مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. فهؤلاء أخذوا أموالنا وأعراضنا وسلبوا بلدنا، فإذا كل من يقتله الحكومة وهو على دين الإسلام وهو موحد فإن شاء الله هو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. نعم لغرية. فإذا أنا البارحة قرأت خبر يقول أمريكا ترسل قوات وتعزيزات لحماية السفارة الأمريكية. أستاذ عمر، هو السفارة الأمريكية ما يقدر يوصلها. نعم. لكن هذه رسالة للشعب العراقي، إن ترى إحنا موجودين وإحنا نحمي هذه الحكومة. وبالفعل هؤلاء لا قوة لهم. نعم. ولا ظهر ولا سند إلا بهذه الحكومة. لكن نعم. الله سبحانه وتعالى يقول بالحديث القدسي: أنا مع المظلوم ولو بعد حين. ونعم بالله. أشكرك لغرية. يعني أعتذر والله لضيق الوقت، هناك اتصالات. معنا أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يخليك، الله يديمك. أنا أشكرك وأشكر كل العاملين على القناة. أبو معذرة، إحنا طبعاً كل إنسان، أنا تحياتي لكل المتصلين، وما أحب هذا يقول كذا وكذا، وما أحب واحد يقول وين كانوا، وما أحب واحد يعني يعني الحالة. أولاً الحالة ما تتحمل بهيك أيام، إحنا نشد أذر بعضنا. وأني أبو صوتي ابن كربلاء الأخوي الغريري، أقول لك كلامك صحيح، وحضر المتظاهرين يسووا لهم فد شغلة من يعني، وأخاف من يعني أنا هيك أقول. وما لا. أتمنى أهل الغربية يطلعوا المبارك خافش يقولوا لهم قلوا شوفوا ترى أنتوا قاعد تساعدون ذلك ويدوروا عنه. وبعدين الشباب واعيين كلهم من 18 ل 20 25 نعم. بس في واحد أنا أقول له أخوي أبو عمر أنا مريض، هذا قال يجي ولاك تحياتي للأخ أبو عمر. نعم. يا أخي أنا يعني أميز راحتي بس كم ثانية سامعني، أنا مبين يعني هو أصغر من عندي وأنا أكبر منه، هو أصغر أنا أخواني وفراقي فردي عربي
هاي عدة مرات، المرة الأولى قلت الكلب يحب إلا عن الكلب والوحدة، وقلت حياتي يستمر تستمر هذه المظاهرة، وقلت كلهم قالب واحد، وقلت أمريكا استخلتهم، واليوم قلت هذا ما يحسب لكم انتصار، وقلت آلاف الحرس الثوري موجودين. يا ماكو خويا، نعم، اذا انت تحب كردستان وذاك يحب كردستان وذاك يحب شعستان، احنا عراقيين اليوم. استاذ عمر، انا من العام اليوم وهسه اقول الحشد الشعبي وهذول ما بيهم، انا قلت لك ما بيهم ربع منهم، كم 50 قلت ما بيهم 100,000، هذول ما يمثلون الشيعه. وانا فاوعد بعد انهار العراق، ليش؟ انا متاكد واعرف، وانا بجنوب وفي الوسط، وانا في المعارضات، وأعرف كثير من هذه الدولة. إذا انصدمت العشائر بالفرات الأوسط، بالخصوص راح العراق مصدوم لقائمة، لا يبقى يعني عيب والله استعدني وكرد يمشي، ما يبقى عراق بعد. نعم. ما يبقى عراق وما أبقى إن شاء الله. الله يحفظ العراق يا رب، الله يحفظ العراق. أبو علي أعتذر منك لضيق الوقت، بقى عندنا دقيقتين أو أقل. زياد من الرمادي، تفضل زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، أنا شوي عندي ملاحظة عن المرجعية، يعني المرجعية الفستاني وسيد مقتدي وين هم؟ ليش ما بينهم لحد الآن بسبب هاي المظاهرات؟ نعم. ألو، أسمعك، تفضل زياد. نعم، يعني ظاهرة المظاهرات السنية الست محافظات، طلع الفستاني أنطى فتوى أنه جهاد الكفاح، هسه طلعت الشيعة ظاهرت بسبب العطالة وسبب الكهرباء، هي مو شغلة مي وكهرباء، سبب يعني حكومة، لا بين الاستثاني لا بين مقتدى لا بين أي مرجع أي كان. نعم. من يكون من بنبر الحسين كلها ما طلع. نعم. كان من يكون ما طلع، ليش هسه بوقتها السنة طلع جهاد كفاح وحشد ودوا جيب وسوهم سنة دواعش وسوهم فلان دواعش وما خلهم، هسه هاي العالم طالب بحقوقها. نعم. شو ما حد طلع لحد الآن، ريد واحد من سيد مقتدى سيد فلان كان من يكون يطلع أنه يقول أنه هاي المظاهرات سلمية. نعم زياد، أنا أشكرك، أنت وقت البرنامج. أختم برسالة يقول: تحياتي لكم وإلى قناتكم الشريفة، بس أريد أسأل أبو عمامة، خط أحمر والسياسي خط أحمر، وإحنا الشعب حينما نطالب بحقوقنا يطلقون علينا خط أخضر وقتل واعتقال، إلى متى تبقى تحت الظالم هذه الخطوط؟ أخوكم محمد من السماوة. نعتذر شديد الاعتذار إلى من أرسل إلينا رسائل، لأن وقت البرنامج لم يسمح لنا بقراءة جميع الرسائل. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.